السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على متتبعي ومتتبعات هذه القناة. العزيز الغالي على قلبي، شكرا على لايكات نتاعكم، الله يغسل لكم يديتكم الجنة ويعطيكم الجنة ونعيمها، يا رب يحفظ لكم والديكم، وشكرا كذلك على كل التعاليق الطيبة والرائعة، بحال قلوبكم يا أطيب قلوب وبحالكم يا أروع ناس وأغلى ناس على قلبي. شكرا الناس اللي يلتحقوا بالقناة جداد، فضلكم على راسي، والناس الأولين واللي يلتحقوا إن شاء الله. إذا عجبتكم هذه القناة ما تنسوش الاشتراك فيها، ما تنسوش بواحد لايك وواحد تعليق بطبيعة الحال إلا عجبتكم. الله يجزيكم خير الجزاء يا ربي، الله يبعد عليكم شر الخلق والمرض وقلة الحاجة، الله يعطيكم حتى يرضيكم، ويجعل إن شاء الله هاد الدعاوي من نصيبكم. اليوم أنا فرحانة وأنا تندير هاد لا فيديو هذا على هاد النموذج، المرأة المغربية الحرة، المرأة المغربية بمليون ألف رجل، المرأة المغربية المعطاءة، المرأة المغربية اللي قلبها الكبير، المرأة المغربية اللي ما تنساش ولاد بلادها، المرأة المغربية ما شاء الله الجادة والجادة ما شاء الله، المرأة المغربية اللي تتبغي ولاد بلادها وتفتخر أنها مغربية، ودائما فمها عاش الملك، وحتى احنا عاش الملك، عاش محمد السادس ملكنا، الله يحفظه لنا، الله ينصره، الله يشافيه، الله يعافيه، وعاشت الأسرة العلوية بطبيعة الحال، الله يحفظ لنا بلادنا، احنا محسودين على هذه البلاد بزاف بزاف بزاف، الله يحفظها يا ربي من شر الأنفس ومن الحاسدين ومن الحاقدين. وهذا النموذج الرائع، المرأة المغربية ما شاء الله. على من غادي نهضروا اليوم؟ غادي نهضروا على الطقطق وداك الشيء، وشكون فينا اللي ما تيعرفهاش؟ اليوتيوبر المعروفة المشهورة ما شاء الله، ما عرفتش انا واش اصلها مراكش ولا الله اعلم، ما عرفتش، هي الناس نتاع مراكش، المهم انها ساكنه في مراكش، والمهم انها واحد الانسانه اللي قلبها كبير، تدي الخير بزاف، تيبقى فيها ولاد بلادها، تتعطيهم، تتحسن، تتكرم ولاد بلادها. وتحيه لك اختي، ما تتاجرش بالحالات، ما تتاجرش بولاد بلادها، ما تجيش تصورهم ودير لايفات وتجلس وتقول الجاليه عاونيهم، تحية للجالية المغربية اللي تتعاون ولاد بلادها ويدها دائما سباقة لولاد بلادها، ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم وتحياتي. وهي كذلك من الجالية المغربية اللي الله أعلم، أنا تنظن أنها عايشة في فرنسا، الله يوفقها والله يعطيها إن شاء الله ما بغات وما نواس، حيث ما شاء الله قلبها كبير 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 بزاف. ماشي بحال، غادي نرجع ليكم، تعلموا اليوتيوبات، تعلموا والله، تعلموا، تعلموا من النموذج الرائع الذي يشرفنا في اليوتيوب المغربي، اللي وليتوا تعرفوا غتعاطاو، اللي وليتوا تعرفوا غتحطوا الحالات حداكم وتطلبوا بيهم ولاد بلادكم، ها اللي ديروا اللايفات وتقولوا تعاونوا هاد الحالة، اش تكون كاع ما طليتهم اصمتوا، ما شفتوش مساكن هذوك اللي ساكنين في الجبال؟ ما شفتوش مساكن في هذه الفتره نتاع الشتوى كيفاش تيعانيو هاد الناس؟ ما شفتوش الدراري الصغار مساكن اللي تما؟ ها ما شفتوش النساء؟ ما شفتوش الرجال اللي مساكن في هذوك المناطق؟ ما شفتوش ان هاد الشتوى تدوز عليهم مساكن عذاب؟ ها ولا تعرفوا تحطوا الحالات حداكم وتطلعوا اللايف وتدخلوا الادسنس وتضربوا فلوس الادسنس لجيبكم؟ افينكم اليوتيوبات اللي كنتو تديروا الخير وتدعيوا انكم تديروا الخير؟ انا بزاف نتاع اليوتيوبات كنت ندخل ليهم على ود انني شفتهم، اول فيديو سبحان الله العظيم طلع ليا وما اكثركم، تطلع ليا انهم في رمضان وصايمين وتيفرقوا على الناس الفطور، وعجبوني وقلت شوف هذا النموذج اللي ما شاء الله يشرف اليوتيوب المغربي، اللي العالم تيشوف تبارك الله المغاربه كيفاش يتضامنوا مع بعضياتهم في السراء والضراء، تبارك الله في رمضان وما صايمين وخارجين اجر اجرين، اللي خارجين تيفرقوا الفطور على الناس الصايمين. افينكم؟ شتكم غادرتو درتو الديور البلات وليتو تفضحوا علينا، احنا في هاد البلاد شوفوا شنو شريت، شوفوا صالوني، شوفوا الحوايج اللي خديت، شوفوا هاد المنطوب شحال شريتو، شوفوا اليوم شحال تعشيت، شوفوا هاد الطبلة اللي وجدت، ها اللي تتوجدوا لينا في الطبالي وتفتحوا علينا، مشيت شوفوا، مشيت للسوبر شوفوا شنو جبت، شوفوا شحال شريت، حطيت 60 ألف ريال، حطيت 100 ألف ريال، عوض ما تتقداو نتوما ب100 ألف ريال نفوسكم بوحدكم، 100 ألف ريال هذيك 100 ألف ريال تقاسموها مع الناس اللي ما عندهمش،
راكم عارفين هاد الايامات غلاء الاسعار، وعارفين المسكين مسكين كيفاش قادر يعيش، راه ما قادرش مسكين حتى يجيب التزاماته اليوميه. عواد نتوما ما تفضحوا علينا بخرجاتكم، قسموا مع الناس، اعطيوا الناس، راه يد مع يد راه تتصفق، ولكن يد وحده راه ما تتصفقش. راه الخير في المعاونه، راه نعاونوا بعضياتنا ونعطيو لبعضياتنا، واللي عنده يعطي اللي ما عندوش، وهذا هو التضامن الاجتماعي، وهذا هو حب الوطن وحب ولاد البلاد. هادو هما اللي نعرفهم انا تيبغيو ولاد بلادهم، ماشي اللي يجلسوا علينا ويتفضحوا علينا بالمشتريات نتاعهم. بالله عليكم ما تتحشموش، بالله عليكم الكروغا ما عندكمش المراقات. تعلموا من المرأة المغربية، تعلموا كيفاش مشات وعطات للولاد بلادها اللي في الجبال مساكن، اللي قهرهم مساكن في هاد الفترة البرد، مساكن اللي ما تيقدروش حتى يخرجوا يشريوا الأشياء نتاعهم اللي خاصاهم. الناس فقراء مساكن، ومع هاد غلاء الأسعار وانتوما جالسين تفضحوا. علاه حتى انتوما شكون اللي خلاكم في هاد الخير اللي عايشين فيه؟ ماشي المتتبعين المغاربة؟ ايوا عطاو لولاد بلادكم المغاربة اللي في حاجة وأمس الحاجة انكم مساكن تشريو ليهم لباس، تشريو ليهم مانط، تشريو ليهم، تكاتفوا مع بعضياتكم وتعاونوا والخير عندكم. ديروا واحد الشهر في سبيل الله وتجمعوا كلكم اليوتيبات الكبار اللي تدعيوا انكم تفتحوا علينا في البلدان، احطوا لولاد بلادكم، شريوا السلعه وديوا الكاميوات وطلعوا من الجبال وفرقوا على الناس مساكن. ها ولا صافي حد قناف هاد الريحه بشحال خديتها، شوف هاد الطبسل بشحال خديته، عرفتي اليوم مشيت قديتها شنو جبت؟ ويلي ويلي والله انتوما، والله شان نقول لكم، ما بقيت ما نقول لكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. شوفوا تبارك الله، شوفوا المرأة المغربية اللي عايشة برا الوطن ولكن قلبها وعقلها مع ولاد بلادها، ما نساتش ولاد بلادها، ما شاء الله تتعطي من مالها الخاص، وغنعاودها لكم، ما تتاجرش بيهم وتجي دير لايفات عليهم باش تدخل ادسنس بيهم. وفهموني يلي فهمتوني الميساج ليكم اللي جالسين تشدوا ولاد بلادكم وديروهم في جنبكم وتقولوا عاونوا هاد الحالة، وفي الاخر فلوس الحالة كلها في جيبكم. هادي راه ما تاجراتش بولاد بلادها، ولا مشات تطلب شي حد، ولا تقول صيفطوا ليا ولا عطيوني باش نعاون. ما شاء الله، لا قامت بشغلها راسها، شرات مسكينة داكشي اللي قدات عليه وداتو قسماتو على الناس، وفرحات شحال من دار، فرحات شحال من ولد، فرحات شحال من بنية، فرحات أسر، فرحات شيب، فرحات نساء. اللي انتوما الساعة هاد الناس مساكن اللي ما لاقيينش قوتهم، انتوما جالسين تفضحوا علينا بالمشتريات نتاعكم. واش ما تتحشموش؟ واش ما عندكمش المراقات؟ غادي نعاودها لكم، ايوا هاني جبتها لكم باش تكون عبرة ونموذج لكم، واللي قلت في حقكم شوية عليكم. انوضوا تقعدوا وعاونوا ولاد بلادكم، راكم عندكم تبارك الله، وهذا الخير اللي نتوما فيه راه من المغاربة المتتبعين لكم، هما اللي طلعوكم، وهاد خوتكم راه يسالوا الحق في داكشي اللي عندكم. علاش؟ حيت حنا الحمد لله مغاربة، وحنا الحمد لله كاملين خصنا نكونوا يد وحدة ونعاونوا بعضياتنا. ومغربي على مغربي راه قلب واحد ويد وحدة ونعاونوا بعضياتنا. ولكن انتوما هادشي ما عارفينوش، انتوما عارفين غا تفضحوا. حشومة والله حتى حشومة. ألف تحية لك أختي، وتبارك الله عليك، وهكا تكون المرأة المغربية، وراه تبارك الله كاين نماذج في اليوتيوب المغربي اللي تنفتخروا بيهم. ما شاء الله عليك أختي، الاستمرارية إن شاء الله، والله يعطيك من ناس تعطي، والله يغنيك من عنده. كيف تتذكري ولاد بلادك؟ وشفنا لا فيديوهات نتاعك، ما شاء الله حنينة حنينة وكريمة، والقلب الكبير ومعطاءة، وربي غادي يعطيك 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 إن شاء الله. كي عطيتي لهاد الناس
وكيف فرحتيهم، الله يفرح قلبك. المغربية الحرة، عاش الملك، طق طق وداك الشي، ما شاء الله عليك. والله عاوتاني غنكرر، الله يحفظ لينا ملكنا، قلبها كبير تبارك الله وحنينة، وتتبغي ولاد بلادها، وهاد الشي راه مفخارة لينا. والمرأة المغربية تبارك الله كيفاش تتبغي ولاد بلادها، وكيفاش تتبينهم. شو تبارك الله، الله يحفظك أختي، الله يحفظك، الله يحفظك.